الثلج الميسر، ويعد من أهم الأفلاج بولاية روستاق بمنطقة الباطنة، ومن الأفلاج العدية العميقة، حيث يصل عمقه إلى حوالي 50 متراً تحت مستوى سطح الأرض، ومن الأفلاج ذات التدفقات الكبيرة، حيث يبلغ الطول الإجمالي لقنواته 5783 متراً. ويمتاز هذا الفلج بتدفقه المستمر، كونه يتغذى من واديين مختلفين واللذين تكون طبقاتهما الصخرية من الرسوبيات، ويعتمد عليه الأهالي في ري زراعاتهم. وينقسم الفلج عند البلدة إلى قسمين، وتمتاز مياه هذا الفلج بالنقاوة، كما أن تدفقه يتأثر بجريان وادي الفرع ووادي السن، حيث يزيد ويصل إلى حوالي 900 لتر في الثانية أثناء ارتفاع مناسيب المياه، بينما ينخفض التدفق ليصل إلى أقل من 100 لتر في الثانية أثناء انخفاض مناسيب المياه.